إن اللقاء المثير بين الحيوان المنوي والبويضة يتم في قناة فالوب، وانطلاقا منه يتكون الجنين. الخلية تنقسم إلى قسمين ثم أربعة ثم ثمانية وستة عشر خلية، والتي تسمى التوتية وكيسة أريمية مبكرة. هذه الخلايا تكون غير متمايزة، أي أن كل الخلايا تكون متطابقة خلال الأسبوع الثالث من الحمل. ينتقل الجنين من خلال قناة فالوب نحو الرحم، ثم يدخل إلى تجويف الرحم وينغرس في بطانة الرحم. هذه العملية تسمى الإنغراس. عندما تحدث حالة تعيق تقدم الجنين نحو تجويف الرحم، على سبيل المثال بسبب مشكلة في التنقل في قناة فالوب أو بسبب التصاقات في تجويف قناة فالوب، يبدأ الجنين بالإنغراس في قناة فالوب، ثم يحدث الحمل خارج الرحم، وهو ما يسمى بالحمل الأنبوبي. بعد عملية الإنغراس يقوم جسمك بإنتاج كمية كبيرة من الهرمونات التي تسبب توقف المبيضين عن إنتاج البويضات الجديدة كما يحدث في كل شهر. بالإضافة إلى ذلك تطرأ زيادة في إفراز هرمونات أخرى مثل هرموني الاستروجين والبروجسترون، هذا لمنع الجسم من إزالة أنسجة الرحم كما يحدث في كل شهر، وبذلك يمنع حدوث أي أذى من الممكن أن يحصل للجنين. لقد التقى الحيوان المنوي بالبويضة ثم حدثت عملية الإخصاب. فقط بعد أن تتم العملية التي تسمى بالإنغراس والتي يلتصق فيها الجنين في بطانة الرحم بعد حوالي أسبوع من الإخصاب، من الممكن أن نقول أن الجنين قد بدأ في التطور في الرحم وأنك أصبحت حاملا. خلال فترة الإنغراس يمكن ظهور إفراز دموي خفيف، لكن هدئي من روعك، إن ذلك لا يشير إلى وجود مشكلة. أنت تشعرين ربما بعملية الإباضة، لكن ليس هناك أي احتمال لأن تشعري بعملية تلقيح البويضة. في هذه الفترة المبكرة من المستحيل تقريبا الإشارة إلى أي شعور خاص. في فترة ما بعد الإنغراس قد تشعرين بالتعب والضعف والرغبة في النوم واحتقان الصدر. إن النساء التي حملن من قبل يعرفن جيدا هذا الشعور، وأحيانا يعرفن أن عملية الإنغراس قد حدثت منذ بداية الأسبوع الثالث.